مديرية صحة الساحل الحرة تعلن الإفراج عن مديرها الدكتور خليل آغا بعد أيام من اختطافه مقابل فدية مالية قدرها 120,000 دولار، والآغا يصر على البقاء في سوريا ويتوعد بفضح الخونة حسب قوله. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول: أوشكنا على استكمال استعداداتنا لإضافة مناطق جديدة إلى المناطق التي حققنا الأمن فيها في سوريا عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون. بعد مناشدات مختطفات السويداء بفك أسرهن من يد تنظيم الدولة، الأهالي يتوعدون بالرد العسكري على النظام في حال عدم الاستجابة، والأمن العسكري يقول إنه قادر على الوصول إليهن بسهولة وأنهن بخير. وصول الدفعة الأخيرة من مهجري محافظتي درعا والقنيطرة إلى مدينة قلعة المضيق بريف حما الغربي بعد إيقاف الحافلات من قبل قوات النظام المتمركزة في حاجز جباب على طريق دمشق درعا الدولي. ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الجوي الروسي على بلدة أوريم الكبرى بريف حلب الغربي إلى 37 شهيداً، بينهم حوالي 15 طفلاً، بعد دمار قرابة 25 منزلاً سكنياً ومحلاً تجارياً بشكل شبه كامل. روسيا تعلن عزم وزير خارجيتها سيرجي لافروف بحث اجتماع قمة لقادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا حول التسوية السورية مع نظيره التركي مولود شاويش أوغلو خلال زيارته لأنقرة اليوم وغداً.